شبوة ثالث أكبر محافظة مساحة في اليمن تبدأ مستقبلا خاليا من ميليشيات الحوثي وجرائمها. هذه المحافظة المحورية لها أهمية خاصة للجنوب بحكم موقعها الجغرافي الذي يتوسط البلاد. تكمن أهميتها في مواردها الطبيعية، إذ تضم حقولا ومنشآت نفطية وميناءين استراتيجيين لتصدير النفط والغاز. هي محافظة استراتيجية في الجنوب، فهي تحاذي مأرب كبرى المحافظات النفطية في اليمن من جهة الشمال، ومن الغرب محافظة البيضاء التي تعتبر قلب الجغرافيا اليمنية، وتشكل حاجز حماية للمحافظات الشرقية أي حضرموت والمهرة. استعادة شبوة له أهمية عسكرية كبيرة، فمن يسيطر على شبوة يتحكم بأهم مفاصل جغرافيا اليمن. واليوم التاسع من يناير 2022 شبوة تنتفض دعما للشرعية وتنديدا بالانقلاب الحوثي، وهو ما جاء على لسان محافظ شبوة عوض العولقي الذي دعا أهلها لتوحيد الجبهة الداخلية وتغليب مصلحة الوطن بعد سيطرة ألوية العمالقة بإسناد تحالف دعم الشرعية على عسيلان وعلى بيحان أكبر مديريات شبوة بالكامل. فأي انعكاس على الوضع اليمني يخلقه استعادة شبوة، وكيف يبدو الطريق إلى مأرب؟